أسعد الله أوقاتكم متابعينا ومشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير مواليد برج الحوت إن شاء الله أنها سنة خير وسعادة عليكم هذا العام يا مواليد برج الحوت الفرص كلها بتتركز على الصداقات وعلى العلاقات ممكن تستفيدوا من بعض هاي العلاقات في فترة لاحقة وممكن هاي العلاقات تدعمكم أو تساعدكم في إنكم توصلوا للشيء اللي أنتم بدكم إياه خلال هذا العام أهم شيء إنكم تطوروا علاقاتكم وتضلوا على تواصل مع الأشخاص اللي أنتم بتعرفوهم لأنه ما بتعرفوا الفائدة رح تيجي من مين من هدول الأصدقاء في منكم رح يحقق هذا العام رغبة أو أمنية قديمة ولكن في المقابل رح يواجه مواليد برج الحوت صعوبة في التفاهم مع بعض أصدقائه منهم ممكن يفقد عضوية في نادي أو جمعية أو يخسر بعض الأصدقاء. و... واللي أكثر الأشخاص اللي راح يعانوا من هاي النقاط اللي هم مواليد العشرية الثالثة، أي مواليد من تسعة لغاية عشرين ثلاث. هم راح يكونوا أكثر المتضررين. ولكن من بين من تسعة لعشرين ثلاث، مواليد من أحد عشر هدول أكثر المتضررين بموضوع الصداقة اللي ممكن يفقدوا صداقة معينة دون رجعة نهائيا على مواليد من سبعة لغاية 11 ثلاث المحافظة على نظرتهم الواقعية والعملية للأمور وما يشطح خيالهم في تحليل الأمور وخاصة في الفترة الواقعة ما بين 23 ستة لغاية تسعة 29 11 المفاجأة هي لمواليد من واحد وعشرين لغاية تسعة وعشرين في العلاقة مع الإخوة والجيران وفيما يتعلق بالسيارة أو في التنقلات أو في السفريات السريعة أو الدراسة الأساسية يعني المرحلة اللي هي الابتدائية أو بنحكي المراحل الإعدادية أو الثانوية ممكن تكون هاي المفاجأة مفاجأة إيجابية أو سلبية فعشان هيك بتكون يكونوا متهيئين لمفاجأة مش متوقعة يعني يا إما أنه شخص ما بدرس نهائيا وفجأة لو درس فجأة لو نجح أو شخص درس كثير ولكن ما جاب المجموع اللي هو بده إياه من مواليد واحد وعشرين لغاية تسعة وعشرين ممكن واحد ما معاه فلوس ولكن فجأة اشترى سيارة ممكن هاي الأحداث تكون صادمة بما أنه إحنا بنحكي عن السيارة نحكي عن حوادث مفاجئة عشان هيك بدكم تكونوا منتبهين مش بعطي أنا الشؤم أو نذير شؤم أو بوم والله بوم هذا الزلمة ابصر ظل هيك دائما يحكي أشياء فجأة هيك بفاول لا أنا يعني ما بتمنى أي شيء غلط إنه يصير لأي لأ واحد فيكم أنا بدي كل الخير لكم ولكن علي أني أنا أنبه بعد مرات لما بكون شديد شوي الواحد بأخذ حذره أكثر أما عن المريخ واللي راح يكون لمدة طويلة موجود في برج الحمل هذا العام واللي راح يتراجع برضه في برج الحمل اللي هي في الفترة ما بين 28 ستة لغاية نهاية العام تواجده هاي وتراجعه راح يكون ما بين 10 تسعة لغاية 14 11 يعني النقطة الوحيدة اللي أنا بدي أحذركم منه إنه حاولوا إنكم تخففوا من النفقات. حاولوا إنكم تجدولوا أعمالكم وأموالكم، لأنه هاي الفترة فيها نفقات متصاعدة بشكل كبير. فاحسبوا حساب ادخروا لهذه الفترة على أساس إنه هاي الفترة رح يكون إلها متطلبات كثيرة. أما بالنسبة لكوكب الزهرة، بتراجع خلال هذا العام ما بين 13 خمسة وخمسة ستة. في برج الجوزاء. خلال هاي الفترة، لازم نكون أكثر دبلوماسية أثناء التعامل مع الآخرين لاسيما أحبائنا. ممكن تتوتر علاقتنا بهم لأتفه الأسباب. هاي الفترة سيئة بصورة عامة للأوراق المالية والبورصة ولأي ع... ولا أي عملية تجميل. يجب الحذر من أي صفقة مالية وعدم البدء بأي علاقة عاطفية أو زواج أو ارتباط. أكثر ما يجب التركيز عليه الأمور البيتية الأمور العائلية الأمور العقارية علاقتنا مع أبنائنا علاقتنا مع أزواجنا ركزوا عليها وانتبهوا منها وإن شاء الله أنه تمضي هاي الفترة خير بالنسبة للفترات العاطفية خلال هذا العام من 13 واحد لغاية سبعة ومن عشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة ومن سبعة ثمانية لغاية ستة تسعة ومن اثنين عشرة لغاية ثمانية وعشرين عشرة ومن ثلاثة وعشرين عشرة لغاية خمسة عشر اما بالنسبة لفترات المال هي من سبعة اثنين لغاية خمسة ثلاث ومن عشر اربعة لغاية سبعة وعشرين اربعة ومن واحد اثنى حتى نهاية العام. أما بالنسبة للفترات الصعبة هذا العام اللي هي من عشرين واحد لغاية تسعة عشر اثنين ومن ثلاثين ثلاثة لغاية ثلاثة عشر خمسة ومن اثنين وعشرين سبعة لغاية اثنين وعشرين تسعة وما تنسوا فترة تراجع المريخ اللي هي فترة وجود المريخ في الحمل اللي هو بيت المال الكم اللي هي من ثمانية وعشرين ستة لنهاية العام ديروا بالكم من المصاريف والنفقات للزيادة وحاولوا تدخروا على أساس إنه هاي الفترة رح تكون صعبة كثير وفيها دفع فلوس كثير وفيها متطلبات وواجبات وفترة تراجع الزهرة في الجوزاء اللي من من عشر خمسة لغاية خمسة وعشرين ستة بلاش عمليات تجميل بالفترة هاي مش ضروري زي ما بقولوها هم ببكي وهم بضحك نسأل الله أنه كل اللي أنا حكيته في سلبيات أنه ما يصير كل الإيجابيات هي اللي تصير هذا كله إحنا نتوقع وتوقع ما بنتنبأه ما في ملاك بنزل من السماء بوشوش في ذاني أو عشان أنا أحكي لكم هذا الحكي أي حسابات فلكية ما لنا علاقة بالتنجيم إحنا احنا مش منجمين ولا مشعوذين ولا من فبلك مش عارف ايش بالحكي عشان نطلع الحكي ولا بنفتح في التفاحة او في البلورة او في مش عارف ايش علم البلورة علم بس هذا علم ارقام ورياضيات وحسابات وزوايا وفلك شيء كبير هذا علم الله مش علمنا احنا نسأل الله انه كل اللي حكيناه خير في هو اللي يصير نرجع من عيدها كل شيء شر ما يصير وبتمنى نهاية السنة تيجوا تقولوا لي طلعت كذاب ما طلعت صادق آه لأنه توقعاتك ما زبطت بتمنى هذا الحكي مش تفكروا إنه أنا بكون مبسوط لما يجي واحد يقول لي والله إنت توقعت لي إنه أنا أخسر فأنا خسرت وتدمرت ومات أخوي وأبوي وعمي وجل ومش عارف إيش وهذا، يعني هذا الإشي بيأذيني من جوا لأنه أنا يعني بكون مطلع على هذا الشيء إنه هذا الشيء راح يكون وصار فيا ريت لو انتبهتوا الأمور تكون أحسن من هيك عشان هيك في النهاية لا تنسوني من صالح الدعاء ويا رضا الله ورضا الوالدين ونشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أترككم في رعاية الله وحبه